بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كنت في يوم من الأيام غيرت بطارية أو نحيت كوس بطارية ورجعتها، أو يعني استعملت أي شيء في البطارية فكيتها رجعتها، فما أشياء لازم تعود تبرمجها اللي هي في الفصل داخل السيارة، منها الساعة اللي هي عندنا إحنا الوقت، هي نستنوها هكاك خلاها نكون نازلين على واحدة منهم، لين تولي واحدة بركة تخدم. طبعا شفتوا واحدة بركة تخدم هكاك، نولي نشوف مثلا تو الساعة الخمسة أو كذا نصلحوها. يعني إذا شفتوها ترجع نقعد ننزل عليها هكا، لين واحدة منهم تعمل هكاكا، وبعد ننزل واحدة واحدة اثنين ثلاثة أربعة لين نوصل الساعة اللي أنا نحب عليها، نسيبها شوية وتمشي تنقل هي وحدها للبعد هكاكا، تعمل إشارة بتاع كينيتو، نزيد أنا بعد في الدقائق اللي هم يعني نحب عليهم، نعاود ننزل كيف كيف. تعاود تمشي هذيك، ننزل من هنا للدقائق اللي نحشنا فيهم اللي هما نحبوا نعملوه، وننزل عليها مره برك ونسيبها، يعني ترجع عاديه وحدها، سيبها ترجع عاديه وحدها، شفتوها عاد. هذه البرمجه نتاع البلار، هذه ولا البلور، يعني من هالقزاز نتاع الابواب، من هالراديو، من هالساعه، حاجات لازم تعاود تبرمجها. تو باش نوريكم كيفاش تبرمجها، اللي هي بالاخص برمجه الابواب مع رفع النافذه اللي هي القزاز. طبعا بالنسبه للنوافذ هذوما هنا باش تعاود تبرمجهم، شفتوا يعمل ترتيحه ويعاود، شفتوا ما يكملش المسافه، ما يكملش المسافة، يقعد شاد، شفتوا كل ما تنزل عليه يقعد يعني ما يكملش المسافة. حاجة كيما هذه يلزمها برمجة. البرمجة نتاعهم كيف هي؟ تاخذ الأربعة هذوما، الأربعة هذوما زي ما هما، تاخذهم بنفس يعني الأشياء، يعني بأربع أصبع أو بزوز إيدين أو بأربع أصبع، تاخذ هذوما الأربعة كلهم وتاخذهم مع بعضهم الكل حوالي ثانية وتسيبهم. تولي العملية نتاع النافذة ترجع عادية، اللي هي هذه شوفوها توها، شفتوا يكمل المسافة وحده. طبعا نشوفوا بعد البرمجة يولي يطلع وحده، شفتوا ويولي ينزل وحده من غير ما تقول شد. هذه يسموها برمجة نتاع الإزاز نتاع السيارة. إن شاء الله تنفعكم هذه الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.